sleeps alone. He needs no army where he's headed, 'cause he knows that they're just ghosts and they can't hurt him if he can't see them. باسماء واسمي عصام الشوالي وعبد الله الحربي نستهل اصدقائي المشاهدين هذه المباراه، مباراه نتمنى وندعو ان تكون رائعه كما العاده. لقاء متقارب جدا، مستويات كبيره جدا، الاسلوب متشابه، الامكانيات رهيبه لدى المجموعتين، وبالتالي يصعب شخصيا بالنسبه لي اتكائن بهويه المنتصر الليله. إذن أصدقائي المشاهدين، انطلاقة المباراة، مباراة ينتظر الجمهور، المدرجات على آخرها، ونتمنى أن نتابع مباراة ممتازة وكبيرة جدا. حذاري لعلها الفرصة، كرة تمشي باتجاه الحارس، مازال الفرصة للهدف بعد دخل حارس، كرة المدافع عماد الحوسني عنده شانس يوصل الجول، محاولة تسديدة قوية، تبعد مرة أولى لكن ما زالت الكرة في الميدان. روح كبيرة بعملية تكليك، مش مقبولة التسديدة من هذا المكان. ركنية حصلها الراقي الأهلي. يحاول ياخذها براسه. تمريرات للبحث عن مرتدة. تسديدة وكرة على الجول. يتحكم بالكرة بشكل جيد على أرض الملعب. تمريرة سيئة وكرة في الأوت، تماس. بالومينو فيكتور سيموس عماد الحوسني بالمراوغة والسرعة يتجاوز كل الدفاع. شرف المحاولة نجاح، والتسجيل هو أكبر نجاح. هذه هي اللحظة اللي استنيناها، جول. يتقدم نادي الأهلي في النتيجة. ضغط كبير على حامل الكرة. تيسير الجاسم فيكتور سيموس معتز الموسى فيكتور سيموس هذا هو وقت ياخذها كرة بالراس، ممكن يسجلها. نعم إليه،
منافسة قوية جدا وشرسة على الكرة. محمد الشلهوب، معتز الموسى، حقيقة هي تمريرة ذكية. المهاجم بحاجة المساندة، شوف يتجاوز اللاعبين بسهولة. حارس مرمى حقيقة كبير برشا، كأنه مدافع، عمل تاكلينج وشال الكرة من المهاجم. برافو عليه، يقوم بأدواره كحارس والآن نشاهد يقوم بدوره كمدافع. تنافس شديد للحصول على الكرة. محمد الشلهوب، المراوغة ممتازة ولتنفيذ التمريرة، تعاود استعادها بطريقة سريعة. استمرارية الاحتفاظ بالكرة واكتمال تسديدة على المرمى. أكيد مؤسف جدا هنا عبد الله أنك تفقد فرصة بهذه الطريقة بهذا السقوط. واضح السبب زميلي عصام، لأنه لم يكن بكامل لياقته البدنية للتسديد. عادل هرباش، التمريرة هنا جيدة جدا. شوت على المرمى. عبد الله يظهر لي كان بإمكانه أن يستثمر هذه الفرصة لو ضربها الكرة في المليان. بالكرة زميلي عصام هناك عنصر مهم جدا، عنصر السرعة لا التسرع. هذا اللاعب أراد السرعة فوقع في محظور التسرع. الأمر ليه؟ تسديدة وكرة باتجاه الحارس، هدف رائع بالفعل. اللقاء كان في مصلحة طرف واحد، كان لقاء هجوم ضد دفاع. بإمكانه أن يحتاج لرفيقه في هذه الهجمة. عماد الحوسني، ياسر القحطاني، عماد الحوسني. تتواصل التمريرات السيئة والكرة تخرج برا، ستعود من تماس. ثابتة ودقيقة. شوف الاندفاع، شوف ملخص الشوط الأول كيف شفته عبد الله. إذن بعد الشوط الأول متميز جدا، الآن انطلاقة الشوط الثاني فكيف سيكون؟ برافو الحكم، يقعد برشا وقت خذا الحكم باش يقرر ضربة الحرة. عبد الله الدوسري ويستمر التمرير. الاستسلام ضريبة غير موجودة في قاموسه، يستعيد الكرة مرة ثانية. تسديدة وكرة تمشي في اتجاه المرمى. يحاول يفتك منه الكرة. اللعبة ممتازة، احتفاظ الكرة والتمرير الجيد. نفذها بطريقة ذكية جدا. كرة مرة أخرى بحوزة الأهلي. تمريرة جيدة. شوف واحد من زملائه في الفريق يجري معاه. معتز الموسى. اوه الكرة تفكت، ممكن السرعة مطلوبة. كونتر اتاك. ياسر القحطاني، محمد مساعد. كرة يستحوذ عليها النادي الهلالي. فرصة كبيرة للهجوم المعاكس، هل يستفيد من هذا المكان؟ يجرب حظه بتسديدة قوية بكل بساطة، رائع جدا. عماد الحوسني، كرة ممكنة، كرة مرفوعة من زاوية صعبة. كامل المر،
لمسة وتمريرة مش ممكن من هذا المكان تسجل. تصدي عظيم لحارس أعمى. ضربة زاوية للقلعة الخضراء للنادي الأهلي. ياسر القحطان من هذه المسافة يحاول يسجل جول. ركنية حصلها الراقي الأهلي. عبد العزيز الدوسري. تمريرات للبحث عن مرتدة. مفيش إمكانية تهرب من المنافس، عنده فريق رهيب. ضربة في اتجاه المرمى، الكرة ما تعديش، قطع كرة بشكل ممتاز. المراوغة ممتازة ولتنفيذ التمريرة. تحدي قوي من الجانبين لاستخلاص الكرة. بالومينو. فيكتور سيموس. برافو المدافع، يتصدى لها في الوقت المناسب. ننتظر القرار التأديبي للحكم. بعد ما زفر مخالفة أي ورقة سترفع. مخالفة والتنفيذ سريع جدا. استمرارية الاحتفاظ بالكرة واكتمالها يكون بتمريرة ولا أروع. هاوشة تعمل ينطلق. هل ممكن بهذه القدم أن تفعل هذا؟ التمريرة هنا جيدة جدا. دفاع أمامه يسدد. كورة رائعة وكورة. الهلال لا يستسلم رغم الخسارة الآنية، فإنه يحاول تبديل الفارق. ربما يفعلها. هتان متواصل من أجل الكرة. ممكن يفكر بالتسديد من هنا. الدعم متواصل لحمل الكرة، عنده زميله ورفيقه في المساندة. انتهى اللقاء، مبروك الفوز لقلعة الكؤوس. النادي الأهلي يفعلها من جديد. كلمة عبد الله على انتصار اليوم في هذا الماتش الودي، في حديث عن المدرب بالأساس، المدرب لأنه برافو عليه كيف تمكن من تحفيز فريقه في ماتش ودي. تعرف فما فرق في نفسية وحوافز اللاعبين، الماتش الودي على الماتش الرسمي، لكن هما شفناهم حبوا يربحوا. وضع الخيارات المناسبة أولا باللاعبين المشاركين في المواجهة، ثانيا بالطريقة.